فيه توازن في وسط الميدان، لأنه يعني مهم في أي فريق هو وسط ميدان يكون محصن ويكون يعني لاعبين عندهم يعني نزعة دفاعية وهجومية. شفنا يعني التركيبة في الشوط الأول، شفنا اللاعب مغني لاعب معوش يعني اللاعب اللي يسترجع الكرات ولو أنه يقدم مباراة يعني في المستوى. كذلك تموقع اللاعب بالميدان من دون شك على توازن الفريق، وخاصة نشوفوا أنه منذ دخول اللاعب سامير في وسط الميدان وكأنه توازن رجع لهذا الفريق. مقداد يتحصل على هذه المخالفة لصالح المولودية المتفوقة في النتيجة، طبعا التفوق من أجل الإثارة ما زالت مستمرة في الرابطة المحترفة الأولى من أجل المراتب المؤهلة للتشامبيونز ليج الموسم المقبل بين فريق شبيبة الثورة الذي يأمل وبين فريق شبيبة القبائل وحتى شباب بلوزداد وحتى مولودية بجاية ودفاع تاجنات، كلها فرق معنية بتبديل الجزائر الموسم المقبل. طبعا لا أقول يعني ما زالت أمامها الفرصة في ظل حسم الأمور بالنسبة للفرق الساقطة إلى حد الآن، فريق جمعية وران وفريق أمل الأربعاء، في انتظار معرفة من سيرافق هذا أو هذين الفريقين إلى المحترف الثاني. العديد من الأندية أيضا هي بعيدها وتبحث عن البقاء. اتحاد البوليدة متفوق في مباراة القمة أمام سريع غيليزان بهدف مقابل صفر، وحتى المولودية و المباراة أصبحت تلعب في منطقة المنتصف دائما بين الفريقين، وقبل 8 دقائق عن نهاية الوقت الرسمي لهذه المباراة المولودية متقدمة بهدفين مقابل صفر. الصراع على الهداف الرابطة المحترفة الأولى مستمر بين جاسمي من نصر حسين داي وطيايبة من سريع غيليزان، بالإضافة إلى محمد زعبية من مولودية وران وحتى دياورا وجاليت. دياورا من شبيبة القبائل وجاليت من شبيبة الثورة، كما بن يحيى أيضا من المولودية الورانية وبولا ويدات فريق شباب قسنطينة.